لو يسألك سائل ويقول هل أنت موحد؟ إيش تقول؟ يقول ما هو التوحيد؟ يقول بين لي التوحيد، كيف أكون موحد مثلك؟ ما هو التوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد، والذي كفار مكة أبوا أن يقولوا به؟ يعني أبو جهل يعرف التوحيد صح؟ والله يعرف، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فرعون أبى أن يقول، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل رأس الكفر يعرف التوحيد، وعندنا أناس يدعون الإسلام وهو يعرف التوحيد. الآن لو جاءنا كافر وراد الدخول في الإسلام، هل يكفي أن يقول لا إله إلا الله بلسانه؟ والله ما يكفي، لابد من قول وعمل واعتقاد. إذن التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا معنى أن التوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول من التوحيد، توحيد الربوبية، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد. الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يا أخوان، نحن طلاب، الطالب يحفظ التعاريف التي أتى بها العلماء كما هي حرف بحرف. لو قلت في تعريف الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه، التعريف خطأ. إذا لابد أن نضبط التعريف الشرعية كما ذكرها العلماء. أصبحت عالم، عرف اللي تريد. أما الآن أنت عالم أو طالب، طالب لابد تسير على التعريف التي ذكرها العلماء، والله أعلم. نعم، ماذا أخذنا؟ أخذنا أن التوحيد هو إفراد الله، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جزاك الله خير. نعم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية والربوبية أسماء صفات كلها اختص بها الله سبحانه وتعالى، بأعمال الله تعالى. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. تمام، هذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النوع الثاني توحيد الألوهية، النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العباد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. هذا التوحيد هو الذي حصلت فيه الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيه، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. تمام، الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء الصفات فقط من الكتاب والسنة، لا مجال للعقل ولا اجتهاد، وذلك بإثبات، نثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزه الله سبحانه وتعالى ماثلة الخلق، وننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا غير تكييف ولا تمثيل، والله أعلم.